What is the true cost of the cheap imported tomatoes on our plates? Low-cost fruits and vegetables sold across supermarkets in the global north have a hidden price: super low wages for global south workers. Labour does not just come cheap, it is cheapened. Repressive states and corporate agribusiness in the global north and south clamp down on trade unions and workers organising for better wages and working conditions. This is where the true cost of low-priced tomatoes is paid. العمال والعاملات اللي كيشتغلوا في الموقف كيشتغلوا في واحد الظروف ما نقدرش نوصفها لك كي دايره. هذوك المنتجين اللي يسيفطوا هذوك الصماصير للموقف كيجيو كيجي تيسيفط السمسار للموقف ولا سمساره وتيعطيها واحد المبلغ هي باش تلقط ليه اجي انت راه قدرتي تخدمي اجي انت راه قدرتي تخدمي اجي انت هذا سميتو وكيجمعوهم ورغم ذلك تيخدموا في واحد الحقره كتخدم في واحد الحقره ما نقولكش عليها وما عندهم حتى خدمه ما كايناش مضمونه حتى خدمه عندهم ما كايناش مضمونه وتيخدموا تحت واحد الضغط بلا تغطيه صحيه بلا تحت بلا خدمه مضمونه في البلاصه اللي غاديين ليها كيديك هذا اليوم ويخلصك داك النهار ديال 70 درهم واللي هو ما كيسواش داك النهار 70 درهم راه كيسوى اكثر ولكن هو كيخلصك بالثمن اللي بغاه هو ديال 70 درهم وهو راه مخرج من كتافك اكثر من 70 درهمات اللي هو تيخرج من كتافك وتصور دابا الدري صغير عنده 14 عام مازال كيديوه دابا من الموقف يخدم وتصور دابا البنت دابا عندها 12 عام مازال غتمشي من الموقف دابا تخدم راه خدامين. Morocco is one of the European Union's major vegetable gardens, sending 92% of its vegetable exports across the Mediterranean Sea, with tomatoes alone counting for 43% of all vegetables sent to the EU. In the UK, 25% of all tomatoes and 20% of all fruits consumed come from Morocco. These crops, bound for export, are concentrated in Morocco's fertile Sousse-Mas region, where 22,300 hectares of available agricultural land is cultivated for fruit and vegetables, with 13,385 hectares under greenhouse cover, half of which is dedicated to tomato cultivation. Early ripening fruits are a rare and valuable commodity for exports. In this region, they represent approximately 78% of Morocco's exports of early fruits and vegetables. وهذه اللي كتزيد كنشوفوا ارباح كينتجوها هاد البلاد ولكن ملي كنرجعوا نقلبوا على فين كيعيشوا هاد العمال والعاملات كنلقاوهم في اماكن يعني كيف ما كنقولوا السيمه من التحت والسيمه من الفوق هما وسط منها بدون ان هاد السكن هذا ما كيصونش الكرامه ديال الانسان. الاوضاع ديال العاملات والعمال الزراعيين حنا كنعرفوا ان منطقه الشتوكائيه بها كيتمركزوا فيها المستثمرين الكبار القطاع الفلاحي والشركات الكبرى متعدده الجنسيه يعني ولكن هنا كنشوفوا هذوك العمال والعاملات اللي كيلتجؤوا لذوك الشركات باش يخدموا باش كيصدروا دوك الثروه الفلاحيه اللي كتخرج من بلادنا على الصحه ديالهم. بالنسبة للسكن ما كاينش عندهم سكن لائق اللي كيصون كرامة هاد العمال لا سكن لا صحة لا تعليم حتى حاجة ما كتوفر لا بنية تحتية لا حتى شي حاجة ما كتوفر في مناطق في المناطق العيش ديالهم وكذلك نساء اللي كيتعرضوا في محطات تلفيف والضيعات الفلاحية للتحرشات الجنسية من طرف سواء الزملاء ديالهم او المسؤولين واللي اللي هو زايد صعيب هذا التحرش هو النساء ما كيقدروش يهضروا على هذا التحرش حيت ما كايناش قوانين حقيقيه اللي كتجرم هذا التحرش بالنسبه للنساء
وكذلك اي مبادره من المراه انها كتنوض وتهضر وتقول انها تحرش بها شي حد كتعرض للطرد او لا كتعرض لانها كيقطعوا هذاك المصدر ديال العيش ديالها. وهذا اللي كيخلي اغلبيه العاملات انهم يتحملوا، وهذا ما كتوفرش فيه شروط الكرامه، كتمس الكرامه ديال النساء العاملات بهذا الخصوص، وما كيقدروش يهضروا عليه حيت ما كيقدروش يثبتوا الاثباتات انهم تعرضوا لهذا التحرش. هذا اللي كيبين واللي كيبان في الاحتجاجات ديال المكاتب النقابيه، وفي يعني في الاحتجاجات ديالهم اللي كيديروا، وكيبين هذا الشيء، هذا كيبين هذا الوضع اللي كيعيشوه. ATAC Maroc and the North African Network for Food Sovereignty are partners of War and Want and have denounced the conditions of agricultural workers in the country. One of the Moroccan members of the North African Network is the Democratic Union of Agriculture, which is an important organiser and defender of farm workers in the Sousse region. اللي كيتزاد بسرعه على الحقوق ديال العاملات والعمال الزراعيين، ومحاربه الحق النقابي بالوضع الوطني اللي كيبان في جائحه كوفيد 19، واللي استغلوا اصحاب الشركات باش يشدوا اكثر ديال المساهمات والتسهيلات باش يضمنوا الارباح ديالهم. هذا الشيء في الوقت اللي كتعاني فيه الحركه النقابيه المغربيه من ضعف كبير، وما قدراتش تعطي منظور اللي كيجاوب على تحديات جائحه كوفيد 19، وما قدراتش تنظم واحد الحد الادنى من المقاومه اللي غيمنع ان الطبقه العامله والفئات الشعبيه تحمل الازمه ديال الازمه الصحيه ديال النتيجه عن كوفيد 19. Despite the current challenges, there is hope. In 2021, the Democratic Union of Agriculture developed and adopted a comprehensive series of agricultural policy demands that, if implemented, will protect workers in the agricultural sector. النقابة كندافعوا على أنه خص هذه السياسة الفلاحية توجه أولاً نحو تلبية الحاجيات الأساسية الغذائية الأساسية للشعب المغربي، وكذلك خص العاملين في القطاع الفلاحي يكون عندهم أوضاع اجتماعية وأوضاع ديال الأجور اللي يعني تناسب واحد العيش لائق وكريم، وكذلك أنه هادشي كله كيندرج في المشروع ديال السيادة الغذائية. حنا كنقابة كذلك كنتبناو هذا المشروع ديال السيادة الغذائية اللي فيه في الحقيقة هو هذا، أن المنتجين الحقيقيين سواء الفلاحين جميع العاملين والبحارة والغابويين والعمال الزراعيين كلهم هادو يكون عندهم رأي فضاء فين يعبروا على السياسات، الرأي ديالهم في السياسات الفلاحية، وكيفاش فعلا نقروا هذه السياسة الفلاحية بما يخدم كما قلت يعني تلبية الحاجيات الضرورية الغذائية الضرورية للشعب ديال. Moroccan fruit and vegetables are not cheap because of supply and demand, so-called natural economic processes. They are a desired commodity because they are made to be cheap, and that cheapness does not come without a price. It rests on producers lowering their costs by lowering workers' wages, subjecting workers to inhumane working conditions, and by dismantling workers' struggles to defend their rights and wages. المشروع ديال السيادة الغذائية اللي هو النقيض ديال هذا المشروع يعني ديال هذه السياسة الفلاحية التصديرية
لهذا احنا في النقابة ديالنا انخرطنا في التنسيقية ديال شبكة شمال افريقيا للسيادة الغذائية، واللي تأسست في 2019 في المقر ديال فيدرالية النقابة الديمقراطية بأكادير، وكنسقوا مع منظمات اخرين وجمعيات اخرين بالبلدان ديال المنطقة ديال شمال افريقيا، منهم مصر تونس والجزائر، على اساس انه يكون تقوية التضامن بين مختلف هاد القاعدة الشعبية ديال السيادة الغذائية، اللي هما البحارة، صغار البحارة، صغار الفلاحين، العمال الزراعيين والغبويين والرعاة الى اخره، وكذلك هاد التضامن على المستوى ديال شمال افريقيا، وكذلك حتى على المستوى العالمي، دونك اللي باش يكون هاد التضامن والاستفادة وتبادل ديال التجارب بين مختلف يعني التجارب اللي كتناضل من اجل المشروع ديال السيادة الغذائية. Those struggling require international solidarity, especially from those at the other end of the supply chain. People in the global north who consume these products must recognize and understand the suffering that goes into the price of cheap imported tomatoes in local supermarkets. شوفوا انا عامله زراعيه، كنطالب بالحقوق ديالنا، وكنطالب هاد المسؤولين هادو، هاد الشركات وهاد الفارم اللي كينهبوا حق الخدام وكياكلوا ليه تغرات ديالو. حنا كنوضوا مع 4 ديال الصباح، كنتكرفصوا، كنتعرضوا للشمس، كنتعرضوا للبرد، كنتعرضوا للضغوطات، كنتعرضوا لاي حاجه كيما كان النوع ديالها كنتعرضوا لها. حنا خدامين، شوفوا كنجيبوا السلعه، كنجيبوا كل شيء اللي قالوها لينا كنديروها. حنايا هاد الناس هادو دايرين لنا بحال شي عبيد، كيتعسفوا علينا. كنتعرضوا للتحرش، كنتعرضوا للطرد التعسفي، كنتعرضوا لشحال من حاجه. ولكن حنا واخا هكاك غنبقاو عاملات مناضلات. انا كنطلب جميع العاملات المناضلين ينوضوا يهضروا على حقوقهم، ما يسكتوش. Together, workers and consumers can create the pressure on those profiting from the current food system to change it.